السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج كونكت بلس برايمري 3 او الصف الثالث الابتدائي ترم 1 الترم الاول، وكنا انهينا المرة اللي فاتت شرح حتى نهاية يونت 1، والنهاردة هنبتدي نشرح يونت 2 Body Matters. Body Matters أو أجزاء الجسم، وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة يا أصحابي لازم نعرفها في Unit 2 طبعا هي Lesson 1، وهي الدرس الأول. How old is she؟ How old is she أو كم عمرها؟ هو بيكلم هنا عن بنت. وطبعا هنا لازم نعرف بعض الكلمات مهمة جدا نعرفها ونحفظها زي اسمنا. وهنا بيقول لنا في البيكتوريال words أو في الكلمات المصورة، أول حاجة heart. heart يعني قلب. heart. heart يعني قلب. lungs. lungs يعني رئتين. lungs. lungs يعني رئتين. brain. brain يعني مخ. brain. brain يعني مخ. blood. blood يعني دم. blood. blood يعني دم. veins. veins يعني أوردة. veins. veins يعني أوردة. arteries. arteries يعني شرايين. arteries. arteries يعني شرايين. rib. rib يعني قفص صدري. rib. rib يعني قفص صدري. skull. skull يعني جمجمة. skull. skull يعني جمجمة. elbow. elbow يعني كوع. elbow. elbow يعني كوع. jaw. jaw يعني فك. jaw. jaw يعني فك. oxygen. oxygen يعني اكسجين، الهواء اللي احنا الاكسجين اللي احنا بنتنفسه. oxygen. oxygen يعني اكسجين. skeleton. skeleton يعني هيكل عظمي. skeleton. skeleton يعني هيكل عظمي. ولازم يا اصحابي نكون عارفين بعض المعلومات عن الكلمات الجميله دي، وطبعا هي مهم جدا زي ما قلنا نحفظها زي اسمنا. طبعا يا اصحابي هنا هو بيكلمنا عن اجزاء معينه في جسمنا، القلب بتاعنا او الهارت بتاعنا، واللنجز بتاعتنا او الرئه بتاعتنا. القلب يا اصحابي هو بيضخ الدم في جسمنا كله، بحيث ان الدم ده يتحرك في جسمنا ينقل الغذاء وينقل الاكسجين اللي احنا بنحتاجه علشان نعيش لكل الخلايا وكل الاعضاء اللي في جسمنا. طبعا احنا بناخد الغذاء بتاعنا لما بناكل وبنشرب، عن طريق ان احنا بناكل ونشرب والاكل ينزل معدتنا. طب الاكسجين بيجيلنا منين؟ الاكسجين بيجيلنا من اللانجز. اللانجز او الرئتين. احنا بناخد اكسجين، جسمنا بياخد الاكسجين ده علشان يحرق بيه الاكل والغذاء جوه خلايا جسمنا. يحرقها مش بمعنى ان هو يحرقها ويطلع نار، يحرقها بمعنى ان هو ياخدها ويعمل لها عملية كيميائية كده اسمها اكسدة جوه الخلايا بتاعتنا. الاكسدة دي بينتج عنها حاجة اسمها ثاني اكسيد الكربون. فالاكسجين بيخش جسمنا وبيطلع منه ثاني اكسيد الكربون. العملية دي اسمها عملية التنفس. احنا بناخد اكسجين، بنتنفس اكسجين وبنطلع ثاني اكسيد الكربون. قلبنا بياخد الدم طبعا بيبقى عليه الاكسجين وهو جاي من الرئتين، وياخده يدخه للجسم كله، وبعدين الجسم ياخد الاكسجين ده من الدم وياخد كمان العناصر الغذائية اللي موجودة فيه، ويروح مدي للدم يقول له تعال استنى يا دم، انت هتمشي من غير ما تاخد الفضلات بتاعتنا اللي هي ايه؟ ثاني اكسيد الكربون والحاجات التانية.
ثاني أكسيد الكربون يتحط على الدم، لأن هو زي الشيال زي ما قلنا، بيشيل الأكسجين والغذاء ويروح بيه لأعضاء الجسم وياخد منها الفضلات بتاعتها اللي هي ثاني أكسيد الكربون والفضلات التانية ويرجع بيهم. ثاني أكسيد الكربون ده هيخرج من الجسم إزاي؟ هيروح للرئتين علشان نعمل عملية الزفير. احنا بنعمل شهيق نسحب هواء وبعدين بنعمل زفير نخرج الهواء اللي خارج بالفضلات اللي من جسمنا اللي هي ثاني أكسيد الكربون، يعني ده اسمه زفير. فالدم بيرجع للرئتين بثاني أكسيد الكربون، الرئتين تاخد منه ثاني الأكسيد الكربون ده وتطرده بره وتديله أكسجين تاني وهكذا. دي عملية التنفس، الدم بيروح للرئتين ياخد منها الأكسجين ويديها ثاني أكسيد الكربون، بعدين القلب بيقعد يضخ فيه علشان يروح الجسم، يقول له روح ادي لبقية أعضاء الجسم الغذاء والأكسجين اللي احنا لسه واخدينه من الرئتين، وخد من أعضاء الجسم الفضلات وثاني أكسيد الكربون وخرج لي ثاني أكسيد الكربون ده عن طريق الرئة. وبالشكل ده بيتحرك الدم في جسمنا رايح جاي طول الوقت واحنا صاحيين واحنا نايمين. فدي العملية الخاصة بالقلب والرئتين. طبعا يا أصحابي في مسارين في جسمنا أو نوعين من العروق في جسمنا، العروق دي اللي هي الممرات اللي بيمشي فيها الدم في جسمنا. نوع بيمشي فيه الدم وهو شايل الأكسجين وشايل الغذاء ورايح لأعضاء الجسم، ده الطريق اللي بيتحرك فيه الدم وهو رايح أعضاء الجسم يديها الأكسجين وثاني أكسيد الكربون. ما بيرجعش من نفس الطريق، بيرجع من طريق تاني. الطريق التاني ده بيكون بقى مخصص لرجوع الدم وهو شايل ثاني أكسيد الكربون والفضلات التانية. الطريق الأولاني اللي هو بيتحرك فيه الدم وهو رايح للأعضاء شايل الأكسجين وشايل الغذاء بتاعنا، ده اسمه شرايين. شرايين أو arteries. arteries يعني شرايين. arteries arteries يعني شرايين. دي الشرايين دي هي العروق اللي في جسمنا، الممرات اللي بيمشي فيها الدم في جسمنا وهو رايح للأعضاء يديها الأكسجين ويديها الغذاء بتاعها. الدم بيخرج من الأعضاء بعد كده شايل ثاني أكسيد الكربون وشايل الفضلات، بيرجع يمشي في عروق تانية أو ممرات تانية بيمشي فيها الدم اسمها veins veins أو أوردة. يبقى عندنا arteries arteries يعني شرايين، دي اللي بيمشي فيها الدم وهو شايل الأكسجين والغذاء وهو رايح للأعضاء. أما الفينز الفينز أو الأوردة دي بيرجع فيها الدم مرة تانية للرئتين وهو شايل ثاني أكسيد الكربون علشان يخرجه بره الجسم، ودي اسمها فينز فينز أو أوردة. عندنا كمان يا أصحابي الريب، الريب أو القفص الصدري، وطبعا ده اللي هو مكانه في صدرنا ده. ده الريب او القفص الصدري ده مجموعة من العظام زي ما احنا شايفين قدامنا، موجود جواها الرئتين وموجود جواها القلب واعضائنا الحيوية اللي ربنا خلقها لنا وعمل لها القفص الصدري ده علشان يحميها من اي حاجة ممكن تضرنا وتموتنا. لان لو القفص الصدري ده او الريب ده مش موجود، اي حاجة هنخبط فيها بصدرنا ممكن لا قدر الله نموت على طول. في عندنا كمان السكال، السكال او الجمجمة. السكال او الجمجمة دي موجود جواها المخ بتاعنا، وهو طبعا اللي موجود جواها واللي احنا بنستخدمه في عملية التفكير، وهو كمان بيسيطر على كل العمليات اللي بتحصل جوا جسمنا. البرين بتاعنا موجود جوا السكال دي. طبعا في عندنا الجو، الجو او الفك. بقنا في فكين، فك علوي في السنان بتاعتنا اللي فوق والضروس بتاعتنا اللي فوق، وفك سفلي اللي موجود في الضروس والسنان بتاعتنا اللي تحت. كل واحد من الفكين دول او من الجزئين دول اسمه فك او جو، جو يعني فك. وطبعا هنا بيقول لنا الاكسجين اللي احنا بنتنفسه واللي هو بيلزم لاي كائن حي، والسكيلتون او الهيكل العظمي، وفوق هنا البرين او المخ، والبلد، البلد طبعا السائل اللي بيجري جوانا وبين الاكسجين والغذاء، وبيرجع كمان بثاني اكسيد الكربون والفضلات زي ما قلنا من شوية. احنا كده خدنا فكرة عامة عن الاعضاء دي،
عايز اقول لكم كمان عضو يعني organ، organ يعني عضو. هناخده كمان شوية ونعرف ال definitions او التعريفات بتاعت كل حاجة من الحاجات دي. تعالوا نتنقل للصفحة اللي بعد كده، خليكم معايا. وزي ما قلنا يا اصحابي، كل كلمة من الكلمات اللي احنا اخدناها من شوية هي خاصة بorgan او بعضو من اعضاء جسمنا، المفروض نتعلم عنها حاجات كتير في unit 2 او في الوحدة التانية. فاول حاجة الهارت، الهارت او القلب. بيقول لنا الهارت او القلب هو the organ that send blood round the body. the organ يعني العضو that send blood round the body، اللي بيبعت الدم وبيحركه حوالين جسمنا. طب البلاد، البلاد او الدم. بيقول لنا البلاد او الدم هو a liquid، liquid يعني سائل، that carries، that carries بيحمل، oxygen، oxygen الاكسجين، and nutrients، nutrients يعني العناصر الغذائية، around the body، around the body يعني حول الجسم. يبقى هو الليكويد that carries oxygen and nutrients around the body، السائل اللي بيحمل الأكسجين والعناصر الغذائية حوالين جسمنا. طب السكيلتون، السكيلتون أو الهيكل العظمي هو the structure، structure يعني هيكل، formed، formed مكون من، by the bones، the bones العظام، in the body، in the body في الجسم. يبقى السكيلتون او الهيكل العظمي the structure، the structure يعني الهيكل، formed by مكون من، the bones، the bones العظام، in the body، in the body في الجسم. طب النيوترينتس، النيوترينتس او العناصر الغذائية، الغذاء، نيوترينتس، نيوترينتس او العناصر الغذائية او الغذاء. بيقول لك something هو شيء ما، we need احنا بنحتاجه to help us grow، to help us grow علشان يساعدنا ان احنا ننمو، grow يعني ينمو. يبقى مرة تانية something we need to help us grow. طب الاكسجين، الاكسجين او الاكسجين اللي احنا بنتنفسه. بيقول لك a gas، a gas يعني غاز، which all living organisms need، which all اللي كل، living organisms الكائنات الحية، living organisms يعني الكائنات الحية، need، need بتحتاج، ده الغاز اللي كل الكائنات الحية بتحتاجه. blood vessels، blood vessels يعني الأوعية الدموية اللي احنا قلنا بتتكون من ال veins and arteries، ال veins اللي هي الأوردة والارتريز اللي هي الشرايين، واحنا عرفنا الفرق بينهم من شوية. الفينس او الاوردة بترجع بالدم اللي شايل ثاني اكسيد الكربون والفضلات عشان يخرجوا من الجسم، اما الارتريز، الارتريز او الشرايين هي اللي بتاخد الدم وهو محمل بالاكسجين والغذاء وتوديه لاجزاء الجسم المختلفة. الفينس، الفينس او الاوردة، they carry هم بيحملوا blood الدم without من غير a lot of oxygen، أكسجين كتير، into the heart، into the heart للقلب مرة تانية. ال veins أو الأوردة they carry blood without a lot of oxygen and it to the heart، يبقى بتحمل الدم من غير أكسجين كتير وترجع بيه للقلب مرة تانية علشان يضخه للرئة ويقول لها خرجي ثاني أكسيد الكربون ده ودينا أكسجين تاني. طب اللانجز، اللانجز او الرئتين، the organ، the organ يعني العضو، that is used المستخدم، for breathing، for breathing للتنفس، the organ that is used for breathing العضو المستخدم للتنفس، دي اللانجز، اللانجز او الرئتين. طب الاكسجينيتد بلاد، الاكسجينيتد بلاد او الدم المؤكسد، الدم اللي في اكسجين كتير، ده بنسميه الاكسجينيتد بلاد او الدم المؤكسد اللي شايل اكسجين كتير ولسه جاي من الرئه بالاكسجين الكتير ده، عايز يروح بقى يغذي بيه الجسم، ده اسمه اكسجينيتد بلاد. الدم المؤكسد ده بيقول لنا التعريف بتاعه او الديفينيشن بتاعه، blood with oxygen in it، blood دماء
with oxygen in it, موجود فيها أكسجين. طب الارتريز، الارتريز أو الشرايين، الارتريز أو الشرايين، they carry، هي بتحمل blood، الدم، with oxygen، بالأكسجين، in it way، في طريقها، from the heart، من القلب. يبقى مرة تانية، الارتريز أو الشرايين، they carry، هم بيحملوا blood، الدماء، with oxygen، بالأكسجين، in it way، في طريقها، from the heart، من القلب. البونز، البونز أو العظام، hard parts، hard يعني قاسي، يعني ناشف، يعني صلب، parts أجزاء صلبة، inside the body، داخل الجسم، that are covered، اللي هي مغطى، with flesh، باللحم، and skin، والجلد. يبقى مرة تانية، bones، العظام، hard parts، أجزاء صلبة، inside the body، داخل الجسم، that are covered، المغطى، with flesh and skin، باللحم والجلد. muscles، muscles يعني العضلات، pieces of flesh، قطع من اللحم، inside the body، داخل الجسم، that help us، اللي بتساعدنا move، ان احنا نتحرك. يبقى مرة تانية، muscles، muscles العضلات، pieces of flesh، هي قطع من اللحم، inside the body، داخل الجسم، that help us، اللي بتساعدنا move، ان احنا نتحرك. elbow، elbow الكوع، the joint، the joint يعني المفصل، الرابط، where the arm bends، bends يعني بينحني، الرابط اللي موجود في الحتة اللي بينحني فيها الذراع، ده الالبو. جو، جو الفك، الفم، bones، عظام، in your face، في وجهك، that contain، اللي بتحتوي على، the teeth، the teeth الأسنان. يبقى مرة تانية، جو فك الفم، bones، عظام، in your face، في وجهك، that contains، اللي بتحتوي على، the teeth، the teeth الأسنان. brain، brain المخ، the organ، العضو، inside the head، الموجود داخل الرأس، that controls، اللي بيسيطر، بيتحكم، your thoughts، your thoughts في أفكارك، في التفكير بتاعك. يبقى البرين أو المخ، the organ inside the head، العضو اللي موجود داخل الرأس، that controls your thoughts، اللي بيتحكم في تفكيرك، في أفكارك. skull، skull يعني الجمجمة، the bone structure، الهيكل العظمي، of the head، of the head الخاص بالرأس. يبقى skull الجمجمة، the bone structure of the head، الهيكل العظمي الخاص بالرأس. rib، rib اللي هو القفص الصدري، bones، عظام، that go round، اللي بتمشي بانحناء، the chest، the chest القفص الصدري. يبقى rib القفص الصدري، bones، عظام، that go round، اللي هي بتمشي حول، the chest اللي هو الصدر زي ما احنا عارفين كلنا. واخر حاجة بيعرفها لنا هنا يا اصحابي، organ، organ يعني عضو، زي مثلا الهارت والبرين and lungs، كلها organs زي ما احنا عارفين كلنا. بيقول لنا هنا طبعا في شوية verbs او في بعض الافعال لازم نعرفها. فبيقول لنا مثلا beat، beat يعني ينبض، لما انا بقول لك ان قلبك بينبض، يبقى your heart is beating، is beating يعني قلبك بينبض، يعني بيدق. فهنا بيقول لنا to make regular sound، بيعمل صوت منتظم، beat يعني ينبض، to make a regular sound يعني بيعمل صوت منتظم. pump، pump يعني يضخ، المفروض القلب بتاعنا بيضخ الدم للجسم، فpump يعني يضخ. to force a liquid to go، ان انت تجبر liquid سائل ان هو يمشي او يتحرك، ده اسمه pump، ان انت تضخه. to force a liquid to go، ده معنى verb pump او يضخ. control، control يتحكم فيه.
To have power over something. To have power over something. إن أنت يبقى عندك تحكم في حاجة أو قوة بتتحكم فيها في شيء ما. ده اسمه control. Control يعني يتحكم فيه. Move. Move يعني يتحرك. To change positive. To change positive. إن أنت تعمل تغير إيجابي. ده اسمه move. Move أو يتحرك. Carry. Carry يعني يحمل. To hold something. To hold something يعني تحمل شيء ما. ده اللي هو carry. Carry يعني يحمل. Push. Push يعني يدفع. To use force to move. To use force to move. ان انت تستخدم القوة ان انت تحرك شيء ما. ده اسمه push. Push يعني يدفع. Travel back. Travel back يعني يعود اللي هو go back. Go back يعني يرجع. Chew. Chew يعني يمضغ. وطبعا هي to break up food in your mouth. لما تكسر الطعام في فمك ده اسمه chew. Chew يعني يمضغ. يبقى to break up food in your mouth ده اسمه chew. Chew يعني يمضغ. To protect. Protect يعني يحمي. To keep safe إن هو يجعل أي حاجة آمنة ده اسمه protect. Protect يعني يحمي. Attach to. Attach to يعني مرتبط به أو يرتبط به أو يربط به. To join to something. To join to something إن أنت تربط حاجة بحاجة تانية ده اسمه attach to. وطبعا الـ definitions اللي احنا عرفناها من شوية او التعريفات اللي احنا عرفناها من شوية الخاصة بالorgans او بالاعضاء والخاصة بالverbs او بالافعال لازم هنتسائل فيها بعد كده. فانا هديكوا طبعا دلوقتي شوية اسئلة نحلها مع بعض علشان نتأكد مع بعض ان احنا قدرنا نفهم الدرس بشكل سليم. وزي ما احنا شايفين يا اصحابي ده شكل من اشكال الاكتيفيتيز اللي ممكن تجيلنا بعد كده ان شاء الله في الامتحانات. لازم نكون عارفين ازاي نحل الاكتيفيتيز بشكل سليم. فهنا بيقول لنا underline ضع خط تحت the correct word الكلمة الصحيحة. فبيقول لنا هنا the heart القلب moves بيحرك ولا pumps بيضخ ولا beats بينبض about 70 times a minute حوالي 70 مرة في الدقيقة. يبقى the heart moves بيتحرك ولا pumps بيضخ ولا beats بينبض about 70 times a minute حوالي 70 مرة في الدقيقة. شاطرين طبعا هي beats. Beats بينبض قلبنا بينبض حوالي 70 مرة في الدقيقة. شاطرين كلكو. طب تاني حاجة بيقول لنا the heart moves القلب بيحرك oxygen الأكسجين ولا nutrients nutrients العناصر الغذائية ولا blood الدم around the body around the body حول الجسم. المفروض ان our heart moves الأكسجين ولا nutrients ولا blood around the body. شاطرين blood. Blood او الدم لان هو الدم هو اللي بيبقى شايل النيوترينتس والأكسجين والهارت بيحرك blood ده around the body. طب بيقول لنا في number 3 our brain ولا lungs ولا heart controls everything that happens in our body بيتحكم في كل شيء بيحصل في جسمنا. يبقى our brain ولا lungs ولا heart controls everything that happens in our body. ايه بقى انهي organ من الorgans دي بيتحكم في كل حاجة بتحصل في جسمنا؟ شاطرين طبعا البرين. يبقى our brain controls everything that happens in our body. طب our brain ولا skeleton ولا heart helps us move and makes us strong. our brain مخنا ولا skeleton الهيكل العظمي بتاعنا ولا heart القلب بتاعنا helps us بيساعدنا move ان احنا نتحرك and makes us strong وبيجعلنا اقوى. انهي organ من الorgans دي يا اصحابي؟ شاطرين skeleton. our skeleton
helps us move and makes us strong. طب آخر حاجة بيقول لنا blood الدم, carries بيحمل, food الطعام, ولا veins الأوردة, ولا oxygen الأكسجين, to all parts of the body, to all parts of the body, لكل أجزاء الجسم. هو طبعا البلد ما بيحملش الفود, بيحمل النيوترينتس, النيوترينتس أو العناصر الغذائية اللي ممكن تكون موجودة في الفود, وبيحمل كمان الأكسجين. فمش هينفع نقول ان البلد بيحمل الفود, الدم مش هيشيل السندوتشات مثلا, وبيشيل العناصر الغذائية أو النيوترينتس اللي موجودة في الفود نفسه, لأن الجسم بيحللها وبياخد منها النيوترينتس دي أو العناصر الغذائية دي وبيحطها في الدم علشان تتحرك داخل جسمنا وجسمنا يستفيد بيها. فالمفروض نقول blood carries food ولا veins ولا oxygen to all parts of the body. شاطرين, oxygen. يبقى blood carries oxygen to all parts of the body. وبكده نكون حلينا شكل من أشكال الأكتيفيتيز أو الأنشطة اللي ممكن تجيلنا على Lesson 1 في Unit 2, وإن شاء الله المرة الجاية ناخد Lesson 2 ونحل بعض الأمثلة كمان. أتمنى أن أنت تكون استفدت من الدرس. لو عجبك الدرس أعمل لايك, أتمنى ألاقي 1000 واحد استفادوا أو 1000 لايك تحت الفيديو, وما تنسوش تتابعونا على قناتنا التانية, قناة جديدة أسرية, اللينك بتاعها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو, والمجموعة بتاعتنا والصفحة بتاعتنا كمان على الفيسبوك, واللينكس بتاعتهم موجودة في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.